بعدين عندنا موضوع آخر هي الزوايا في قطعة واحدة. قياس الزوايا المرسومة في قطعة واحدة من دائرة تكون متساوية. شوفوا في الشكل هذين زوايا في قطعة واحدة، يعني نقدر نقول الزاوية ألف حتساوي 28، ليش؟ إن زوايا محيطية في قطعة واحدة، برضو الزاوية هذه والزاوية هذه حتى هن يساوون بعضن، لأن الزوايا في قطعة مرسومة في قطعة واحدة من دائرة. وهذا المطلوب مني إيجاد الزاوية ألف، يبدأ على حسب النظرية إن الزاوية ألف حتساوي كم؟ 28 درجة، لأن زوايا محيطية مرسومة في قطعة واحدة من دائرة. زوايا مرسومة في قطعة واحدة. هنا حنلاحظ إن الزاوية ألف حنقول 35 ولا 45؟ لا، حنقول 45، ليش؟ لأن الألف وال 45 جايات في قطعة واحدة من دائرة. يبدأ الزاوية ألف قلنا تساوي 45 درجة مرسومة في قطعة واحدة. هنا لاحظ أن الزاوية سين تساوي صاد، وهنا اثنين يساوون 40 درجة، لأن زوايا مرسومة في قطعة واحدة من دائرة. لاحظ زاوية سين تساوي زاوية صاد ويساوون 40 درجة، زوايا مرسومة في قطعة واحدة. بعدين عندي الشكل أمامي قال لي امتداد الوتران فا قاف وحا فا زي ما مرسوم أمامنا يلتقيان في نقطة سين زي ما موجود. إذا كان قياس الزاوية دال قاف ها اللي هي 40 درجة، الزاوية هذه ها سين يساوي ها فا شايرين عليهن، يعني ثلاثة أضلاع يساوون بعضهن، احسب فقرة ألف قياس الزاوية فا حا ها، يبي الزاوية فا حا ها، يبي الزاوية هذه كلها بالكامل، هذه الزاوية هذه بالكامل. وفقرة باء يبي قياس الزاوية فا سين ها، فا سين ها، نبو الزاوية هذه. تمام، هنشوفه بالتفصيل. هنبدأ فقرة ألف، أو كررنا الرسمة من جديد. فقرة ألف نبو الزاوية قلنا هذه بالكامل، كيف هنجيبها؟ لاحظ معايا أن الزاوية ح قاف ها، ح قاف ها اللي هي هذه تساوي 40 درجة. شو تساوي هذه؟ هتساوي الزاوية ح فا ها، ح فا ها، يعني هذه وهذه يساوون بعضهم حسب نظرية درسناها توا، أن الزوايا محيطية مرسومة في جهة واحدة أو في قطعة واحدة من دائرة. يبدأ الزاوية هذه 40 معناها حتى هذه 40، وهذا مثلث متساوي الساقين حسب العلامات هذينا، أن هو المثلث ح فا ها متساوي الساقين، وأنا أوجدت الزاوية هذه 40، معناها مجموع نأخذ 180 نطرحها من 40 قسمها 2 تعطيني الزاوية هذه بالكامل، تعطيني الزاوية هذه بالكامل. هنشوف الكلام هذا. يبدأ إذا المثلث ح فا ها قلنا متساوي الساقين، قلنا الكلام لأن ح فا يساوي فا ها. تمام، هنلاحظ معناها الزاوية فا ح ها المطلوبة مني فا ح ها شنو تساوي؟ 180 نطرحها من 40 اللي احنا اوجدناها هنا ونقسمها على 2، فتطلع 140 على 2 تطلع الزاويه هذه 70، وتطلع معها حتى هذه الزاويه هذه 70. تمام، المطلوب باء، المطلوب باء كان يبي مني هو الزاويه هذه الزاويه سين. نحن هنا بما ان ح ها سين مستقيم، هذه كلها يسمون فيها زاويه مستقيمه، انا وجدت هذه في الفقره اللي قبل طلعت لي حتى هذه 70، يبدو جزء هذا المجاور لها مكمل لها، يبدو جزء هذا كم؟ 110، لان هذه 70 هذه مكملتها على 180 110، وهذا مثلث متساوي الساقين اللي هو المثلث ها فا سين متساوي الساقين. يبدو هذه 110 نطرح 180 من 110 نقسمها على 2 تعطيني الزاويه سين. حنشوف الكلام هذا. اذا الزاويه قاف ها سين اللي هي المكملة قلنا طلعناها ب 110، نفس الكلام قلنا تو. يبدأ إذن المثلث فا ها سين قلنا متساوي ساقين، لأن ها فا تساوي ها سين. يبدأ الزاوية المطلوبة متاعي الزاوية سين هذه اللي قلنا، إذن الزاوية قاف ها سين حتساوي 180 ناقص 110 على 2 تطلع 70، على 2 تطلع 35 درجة. يبدأ الزاوية هذه 35 درجة.